الله 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 يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله 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 اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي الدمع في عيني فارحمني يا الله الدمع في عيني فارحمني يا الله اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي الدمع في عيني فارحمني يا الله الدمع في عيني فارحمني يا الله يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن السلام عليكم wir sind hier von Masjid Sunna aus Mönchengladbach gekommen weil wir auch Nein zu der Hetze sagen wollen und zu der Ungerechtigkeit, weil das, was dieser Familie geschehen ist, das darf keinem geschehen, sei er Muslim oder nicht Muslim, sowas akzeptieren wir nicht und sowas darf kein Mensch in diesem Land geschehen. Vielen Dank. والذنب أظناني يا خالق الأكوان والذنب أظناني يا خالق الأكوان الدين ناداني للخير أوصاني الدين ناداني للخير أوصاني والذنب أظناني يا خالق الأكوان والذنب أظناني يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا كاشف البلوى يا سامع النجوى يا كاشف البلوى يا سامع النجوى زدني من التقوى يا خالق الأكوان زدني من التقوى يا خالق الأكوان يا كاشف البلوى يا سامع النجوى يا كاشف البلوى يا سامع النجوى زدني من التقوى يا خالق الأكوان زدني من التقوى يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان يا مسلم مش اختار Und im Allgemeinen der Muslim seine Rechte bekommen soll. Ohne Angst in diesem Land ihre Religion ausüben. Ohne Angst, dass sie sagen können, ich bin ein Muslim. Ich will Ihnen etwas erzählen. Haben Sie schon mal davon gehört, dass 10.000 Frauen in diesem Land diskriminiert werden in ihrem Kopftuch? Sie hören überall davon, dass Frauen mit Schulen ein Kopftuch tragen. Ich garantiere Ihnen, wir stehen. Hunderte von Frauen in der gestaltlichen Ziele sind, die Hunderte von Frauen kennen, die ihnen gezwungen werden, das Wort in dieser Gesellschaft auszuziehen. Die Islam ist eine Religion der Gerechtigkeit. Allah sagt in einem heiligen Hadith, Ya ibadi inni haramtu ad-dhulma 'ala nafsi, fa la tadhalamu. O mein Diener, ich habe mir selber die Ungerechtigkeit verboten, so seid nicht ungerecht. الله 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 الله
يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، زدني من الإيمان الله يا الله. يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، زدني من الإيمان الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب